الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فمع حق من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل أوصى الله عز وجل به بين بعد الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله عز وجل أوصى بالوالدين إحسانا، أي ببرهما وطاعتهما بعد الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك وأوجب ربك. هذا ليس على سبيل الاستحباب أو على سبيل التحريم، إنما الأمر هنا للوجوب، أي أنه يجب عليك ألا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، أي أنه يجب عليك برهما وطاعتهما بالمعروف كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي أن والديك إذا بلغ من الكبر أو أحدهما بلغ من الكبر عديه صار شيخا كبيرا، إنه لا يجوز لك أن تقول له أف، فلا تقل لهما أف. قال بعض أهل العلم: لو كانت هناك كلمة أدنى من كلمة أف لأمر الله عز وجل بها، لا تقل لهما أف. يقول فيها أحد السلف: أي لا تتأفف في وجههما، كلمة أف إنما تستظهر شيئا تشمه صبار وطول وانكسار
الجنة
عندها، ففيها مجال كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم باب الوالدين على الجهاد في سبيل الله الا اذا استنفر الامام للناس، وكان الجهاد متعينا على الناس، لكن طاعه الوالدين لا تكون الا في طاعه الله عز وجل. فان النبي عليه الصلاه والسلام قال: إنما الطاعة في معروف، أمر الأهل وأمر الوالد وأمر الزوج على ثلاثة أقسام. إذا أمر بطاعة فإنه يطاع طاعة لله عز وجل ورسوله، أما إن أمر وإذا أمر بمباح فإنه يطاع غير بذلك، إذا أمر الحاكم أو الوالد أو الزوج الأمر المباح لا يخاف مثلا فيه إشارات المرور، سوى إشارات المرور، قال كذا وكذا وكذا، يقول أنه يطاع في ذلك، هذه أمور تنظري. فإذا أمر الحاكم أو الزوج أو الأب بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، فإنه لا يطاع في ذلك. وانظر أخي الحبيب، إن طاعة الوالدين ليست مقصودا على الوالدين المسلمين، بل انه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا فانه يجب طاعتهم. الله عز وجل يقول: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهم بالمعصيه، لا تطعهم بالاشراك بالله، لا تطعه في فعل المنكرات، انما تطعه بما تطعه بها، مع انهما كافرا مشركا، يعتذر لهما بان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي حتى لو كان مشركا، يا اخي لو جاهداك على الاشراك بالله، يعني عرف بخطه على الشرك بالله، ماذا تصنع؟ لا تطعهم في نفس الوقت، ماذا تصنع؟ وصاحبهما الدنيا معروفه. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم في عهد قريش وقالت: يا رسول الله، ان امي راقبه، اي انها مشركه، افاصلها؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: صلي امي، تصل امها حتى ولو كانت مشركه، لانها ظنت ان صله امها وهي مشركه من ضياع الولاء والبراء الذي هو اصل اصيل من اصول المسلمين، ان توالي المسلمين وان تعادي المشركين، هذا اصل اصيل. فظنت هي انه طالما امها مشركه انها لا تطع، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل امها لكن لا تطعها بالاشراك. هكذا هو الشرع. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا ونتوب على سيئاتنا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب هل بقي من بر الوالدين شيء بعد ما ماتهما؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر الوالدين؟ جاء رجل من السلام وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر الوالدين من بعد موتهما شيء تبرأ بهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه عليهم، اي الدعاء لهم والاستغفار لهم، ان تستغفر لهم وان توفي انفاق وعدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها. أن تصل أن تدعو الوالدين إذا كان قد مات، وأن تستغفر له، وأن تنفذ وعده، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بها، وأن تكرم صديقه كما كان يفعل. هكذا
كان عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان اعطاه كل رجل فقال له ماذا اصنع لك؟ قال انه كان صديقا لوالده هكذا كان يطبقون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اكثر الناس برا بابائهم فعن عائشه رضي الله عنها وارضاها تحكي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وحاكم رضي الله عنه وارضاه تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها كان إليه
ولكن